السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ورد قبل قليل خبر هام وعاجل من العاصمة صنعاء، وهذا ما حدث في الساعات الماضية، وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، استهدفتا سفينتين تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز له اليوم أن العمليتين استهدفتا سفينة إلبيلا وسفينة جينوا بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وأن الإصابة كانت دقيقة. وأوضح سريع أن العمليتين نفذتا بعد رصد خروجات من قبل الشركتين المالكتين للسفينتين لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. ويوم أمس نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني قد شن بعد عصر اليوم الجمعة غارات انتقامية على العاصمة صنعاء ومدار الحديدة، ولم تسفر هذه الغارات عن أي إصابات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.